لليوم الخامس على تهجيرهم، ما يزال أهالي 6 قرى في ناحية مكحولة يفترشون عراء الصحراء الغربية لصلاح الدين. نحو 400 عائلة أبلغتهم القوات المسلحة بمغادرة منازلهم للتعامل مع تهديدات لتنظيم داعش الإرهابي. جينا عفنا بيوتنا، عفنا مناطقنا، عفنا حلالنا وجينا، شو نسوي؟ أطفال صغار يمنا ومرضى، والله عندنا غصب الدم هسه بالخيمة هاي لايلون نايم. مصادر أمنية كشفت ليو تي في عن عملية عسكرية مرتقبة لتطهير قرى صباح البقارة والبدو وبكة وأم الميامين وأم الذياب ومسيليلة من الفلول الإرهابية، مضيفة أن قيادة العمليات خيرت سكان هذه القرى بالرجوع إليها على مسؤوليتهم، فيما رفضوا العودة قبل تأمين مناطقهم من مخاطر الإرهاب. ساكنة عوائل بل عراء، وما نملك مساكن ولا مخيمات ولا مواد غذائية. ومن برد الأراضي المفتوحة إلى قلة المأوى ونقص المعونة، يعيش سكان القرى الست حالة 2014 وهم يخشون فتح صفحة جديدة للنزوح، لكن هذه المرة بأمر عسكري طارئ لم يوفر لهم بدائل سوى افتراش البراري. تحالف السيادة من جانب قال في بيان إنه في الوقت الذي يسعى إلى إنهاء ملف النازحين ومعاناة أبناء المدن المحررة، تتجدد صورة المأساة عبر تهجير سكان قرى مكحول، معتبرا إخراج العوائل دون توفير مأوى بديل لمنازلهم انتهاكا لكرامتهم وهدرا لحقوقهم، فيما أكد أن قيادات التحالف سيتوجهون بوفد عاجل للوقوف مع المهجرين وتأمين احتياجاتهم الضرورية. وتعاني مناطق غرب بيجي من استهدافات متكررة بسبب وجود خلايا إرهابية في جبل مكحول تعمل على استغلال الفراغات الأمنية في المناطق غير المؤمنة عسكريا لشن هجماتها المباغتة.